صباح المدارس، صباح الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أسيدي الناظر، أساتذة الكرام، زملاء الطلبة، تسمعوني أن ألقي هذه الكلمة يا مدلس يا مدلس يا قرة عيني فيها العلم والأدب والأخلاق العالية، فالإسناد الجدري بالإسناد المائية، فهي سلطانة، فهي العلوبية. صباح الشباب، صباح الشباب، ووصلنا معكم لصباح المدارس. تحية لأبنائنا الطلبة والطالبات في مختلف طبعا مدارسنا بمختلف محافظات السلطنة. حابين نوجه تحية للأسر اللي بالفعل مشجعين أبنائهم للمشاركة في برنامج صباح المدارس. اليوم تنضم لنا طالبة حور العيد بنت حسين الحمادية، حورة في الصف الأول في مدرسة الملدة للتعليم الأساسي. معنا حور اليوم، صباح الخير يا حور. خير. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف المدرسة يا حور؟ بخير، كلها بخير، كلهم بخير في المدرسة؟ أيوة. وزميلاتك كيف حالهم؟ أيوة بخير، كلهم بخير. حور، أمس كانت عندكم حفلة في المدرسة؟ ايوه، في مسيرة انزين وقابوس، في مسيرة لمولانا قابوس. ايش قدمتي فيها؟ ايش قدمتي فيها؟ عافاك ربي. عافاك ربي. ايوه. وانبسطوا الجمهور، يعني الناس حبت الأغنية، شكلهم حبوها، شكلهم حبوها، يعني ما كلهم شافوني في التلفزيون. طلعتي في التلفزيون؟ ايوه. يا سلام، وايش قالوا لك لما طلعتي في التلفزيون؟ كلهم حبوني. حبوكي. زين يا انزين، ايش رايك الناس شافوها في التلفزيون بس يمكن ما سمعناها احنا، ايش رايك تسمعينا اياها يا حور؟ حور؟ نسمعها؟ نسمع الأغنية اللي قدمتيها يا حور؟ أيوة. يلا نسمع. عافاك ربي يا مليك بلادي، وبروك من سقم ومن إجهادي، وأزال عنك حبيبنا ما تشتكي من وعكة أو علة وسهادي، وأزال عنك حبيبنا ما تشتكي من وعكة أو علة وسهادي، يا صاحب قلب الكبير لففتنا شعبا بدفء محبة ووداد، أنت الزعيم وفعت أركان العلا وسعيت تبني أعظم الأمجاد، أنت الزعيم وفعت أركان العلا وسعيت تبني أعظم الأمجاد، يا رب من بيديه الناصية الورى، يا شافي الأرواح والأجسام، أنعم على قابوسنا بسلامة وبصحة موفورة وسداد، أنعم على قابوسنا بسلامة وبصحة موفورة وسداد، ويعود سلطان البلاد مكللا
بالابتسام فذاك خير مرادي. فالعيد يوم لقائه متلاهفا لقيا الأحبة في ربوع بلادي. فالعيد يوم لقائه متلاهفا لقيا الأحبة في ربوع بلادي. يا سلام يا حور، حور صوتك جميل جدا يا حور. حور صوتك حلو والاختيار بعد جميل جدا يا حور. هذه قدمتيها أمس في المسيرة؟ أيوة. ومن اللي ساعدك في حفظها يا حور؟ أمي أستاذة نجدة زعابي. أمك وأستاذة من؟ أستاذة نجلاء. أستاذة نجلاء. إنزين يا حور، ورح تقدمي شيء اليوم ولا رح تتجهزي للعيد الوطني إن شاء الله؟ رح أقدم. بتقدمي في العيد الوطني، إيش مجهزة للعيد الوطني؟ حور؟ ها؟ إيش مجهزة للعيد الوطني؟ بتقدمي قصيدة ولا أنشودة في العيد الوطني؟ أنشودة. أنشودة. طيب يا حور، حور أنت في الصف الأول صح؟ صح. أنت إيش حابة تكوني لما تكبري يا حور؟ دكتورة. دكتورة وأستاذة. دكتورة وأستاذة؟ دكتورة إيش إنزين؟ ها يا حور، دكتورة إيش؟ حور؟ بابا قابوس. لكي أنا أحبه كثيرا وأشتاق إليه وأريده أن أقبله من فوق رأسه. إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى يا حور، بإذن الله. يعني احنا ايضا اليوم سعيدين بسمع صوتك والقصيدة الجميلة اللي قدمتيها كذلك، وبإذن الله تعالى حور ها. سمعيني يا حور؟ ايوة. يلا يا حور، احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله اليوم بإذن الله تعالى. تروحي المدرسة اليوم؟ ايوة ان شاء الله بإذن الله. وسلمي على كل زميلاتك ومدرساتك يا حور. زين. إن شاء الله. أنا أريد أن أسلم على بابا قابوس من فوق رأسه وأسلم عليه. إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى نحتفي جميعا بعودة مولانا الله يحفظه ويرعاه. حور عزيزتي شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم في صباح المدارس، ونقول لك مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا حور. حور العيد بنت حسين الحمادية، حور في الصف الأول من مدرسة الملدة للتعليم الأساسي وعمرها 7 سنوات. صوت جميل كذلك، ونقول إن شاء الله أحلام أبنائنا كلها محققة بإذن الله تعالى على هذه الأرض الغالية.